بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 41 من دروس قراءة وشرح كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، آمين آمين آمين. ولا زلنا أيها الأحبة، بسم الله، الحمد لله، ولا زلنا أيها الأحبة في فصل أو في باب الاستنجاء. تكلمنا عن بعض الآداب والواجبات. هي كلمة الآداب أوسع، الآداب تشمل السنن والواجبات، يعني ما ينبغي على المسلم أن يفعله في الاستنجاء. ذكرنا بعضا من هذه الآداب، ووصلنا إلى قول الإمام وألا يبول في الثقب. وذكرنا في المحاضرة السابقة أن البول في الثقب له فائدتان. الأولى، مما لا شك فيه أو على الأغلب، أن هذا الثقب فيه كائن حي، فيه حشرة، وهذه الحشرة إما ضارة وإما نافعة. فإذا بلت في الثقب تكون قد أزعجت هذه الحشرة النافعة الآمنة المطمئنة، ما لك ولها، ولهذا لا تبول في الثقب لئلا تؤذيها، لأن المسلم يسبح له كل شيء، حتى الحيتان، في حتى الحيتان وحتى الأسماك في البحر. فلا تزعج، لا تزعج شيئا يسبح بحمد الله عز وجل. الاحتمال الآخر أن يكون هناك شيء مؤذن كعقرب، فلو خرجت العقرب من الثقب إما أن تلدغك، وإما أن تزعجك في قضاء الحاجة، فلا تستطيع أن تكمل. بدك تهرب، أبو عبادة، بدك تفل من العقرب، بتبهدل حالك وبتبهدل الدنيا. لا أنت كملت قضاء حاجتك، ولا أنت تركت هذا الثقب في مكانه. ولهذا من الآداب المرعية في هذا قال وألا يبول في ثقب. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم ألا يجلس، يقول النووي، وألا يجلس تحت شجرة مثمرة لغائط ولا بول. هو حقيقة لا يجلس تحت شجرة يستفيد منها الناس. احنا ذكرنا أنه إذا كان في الصحراء ينبغي أن يستتر بشيء، لو بشجرة، لكن إذا كانت هذه الشجرة مثمرة يقصدها الناس للثمر، ربما سقط بعض الثمار على الأرض
فتنجس، ربما تقزز بعض الناس من هذا المكان من الروائح فتكون قد أذيت عباد الله. إذا كانت هذه الشجرة غير مثمرة لكن يجلس الناس في ظلها يتفيؤون ظلالها، فينبغي ألا تجلس تحتها لئلا تؤذي أحدا. قال وألا يجلس تحت شجرة مثمرة لغائط ولا بول. وكذلك من الآداب ما قاله النووي ولا يبول في مهب ريح، خاصة إذا كانت الريح قوية بحيث يرتد إليه رشاش أو رذاذ بول أو يرتد إليه بوله كله فينجسه وينجس ثيابه. ولهذا المؤمن عاقل كيس فطن يتحرى كيف يبول وأين يبول. ولهذا طبعا هذا إذا كان في الصحراء، إذا كان في الأماكن المعدة للخلاء يريح ويستريح، بينما نحن نتكلم فيما لو كنت في رحلة في سفر ما إلى ذلك. ولهذا جاء أيضا أو سيأتي ألا يبول وهو واقف، خاصة في مكان صلب بحيث يرتد إليه رشاش البول لئلا يتنجس. ومن الآداب كذلك أيها الأحبة ما قاله النووي وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. حقيقة هذا الأدب ثبت فيه بعض الأحاديث الصحيحة، يولع كثير من المشايخ بذكر بعض أقوال الأطباء، وهناك فائدة طبية، وهناك الأطباء يقولون بأن هذا أريح للقلب وأن القولون والأمعاء اتجاهها نحو اليسار. بالنا بهذا، ليس سواء كان هناك فائدة طبية أم لم يكن هناك فائدة طبية، نحن يكفينا أن نقتدي بحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثبت في الحديث أن النبي أوصى بعض أصحابه أن يتكئ على رجله اليسرى في قضاء الحاجة، فنفعل هذا إن جاء فيه فائدة طبية فبها ونعمت. لم يثبت الطب فيه شيئا، نحن لا نبحث هنا، لا نبحث عن فائدة طبية، نحن نبحث عن اقتدائنا واتباعنا لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نحن نقتدي بالحبيب. طبعا نحن لا نشك في وجود فوائد، لكن هذه الفوائد حتى نذكرها علميا لابد لها من دراسات طبية محكمة موثقة مؤكدة، ربما أجراها البعض، لكن يكفينا أن نقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام. من الآداب المرعية أو التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في قضائه للحاجة هو أن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه. قبل أن نتكلم عن أحجار الاستنجاء، عندما تدخل إلى حمام عام في مستشفى في مسجد في حديقة عامة، قبل أن تجلس قبل أن ترفع ثيابك تأكد من وجود الماء. كثير من الأماكن العامة بكل ماء خالص فيها، ويجلس وبأخذ راحته وبيقضي حاجته كاملة، بيجي يفتح البرميش بيفتح الحنفية بيفتح الشطاف ما بيلاقي شيء. ها تعال دور على محارم، دور على خرق، دور على علبة مي، لا لا. هذا يروى بأن بعض الحكماء قال لصديقه أنا ما دخلت في ورطة إلا وعرفت كيف أخرج منها، فقال له الآخر أنا ما دخلت في ورطة إلا وأعرف مسبقا كيف أخرج منها. ولهذا بيتك مش مشكلة، بيتك بتنادي على زوجتك، بتنادي على إنه يمه فلان أعطيني بريك مي، أعطيني جنينة مي، أعطيني عبي لي من الكولر مي باردة مي كذا، إيش ما كان عبي لي بريك المي بتمشي حالك. بينما الأماكن العامة يصعب عليك إنك تقعد تدور على المي بعد أن تقضي الحاجة إذا كان ما في ماء. ولهذا بتأكد من الماء، بتأكد إنه
المحابس حباسات مفتوحة، متأكد أن الشطاف شغال قبل أن إذا وجدت ما في ماء، وجدت الشطاف خربان، وجدت الحنفية مسكرة أو في علة معينة، قبل ما تعمل أي شيء بتروح بتجيب علبة ماء، بتعبي بريق مي، بتجهز حالك، ثم تدخل إلى خلاء. ولهذا هنا يقول فقهاؤنا أن يعد أحجار الاستنجاء، كان عندهم الغالب في الاستنجاء أن في الحجارة. طبعا في بعض الناس ما بيرتب أموره كويس، فبدخل على الخلاء بيقضي حاجته، هات عاد دور على الأحجار، إذا ما وجد حجار قام سينجس ويلوث ملابسه، ويمكن ما تزبط صلاته لأنه صار في نجاسة. ولهذا كان في خلاء بدل الأحجار ويحتاط، بدل الثلاث يجيب خمسة، ربما ما ينظف المكان بالثلاث أحجار، يكثر يحسب حسابه أنه ربما يتجاوز الخارج مكانه. المهم أنه يكون حاسب حساب وأعد العدة قبل أن يدخل الخلاء. قال النووي: وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه. من الآداب كذلك ما قاله النووي: وألا يستنجي بالماء موضع قضاء الحاجة. أول شيء احنا بنقول انه هنالك أماكن معدة لقضاء الحاجة مثل المراحيض وتواليتات، هذا ما في بأس، لأنه المرحاض أو تواليت مهيأ أنه يستوعب كل النجاسة، يستوعب كل، خاصة إذا كان فرنجي، بتفتح الحنفية بينزل كل الفضلات، بحيث بعد هذا لو طرقش عليك شيء من الماء يكون هذا ماء وليس نجاسة. لكن في الأماكن غير المعدة للخلاء، في الصحراء لما تجلس على الخلاء ثم تيجي تستنجي بالماء، الماء حتنزل تلتقي بالنجاسة ثم ترتد إليك فتنجس ملابسك. ولهذا قال من الآداب إنه لما تخلص قضاء الحاجة وإنت بمكانك وإنت على قعدتك، تقدم خطوتين أو ارجع خطوتين، ابتعد عن مكان قضاء الحاجة خطوتين أو ثلاث خطوات، ثم استعمل الماء، بحيث لو ارتد شيء من الماء يكون الماء نزل على أرض طاهرة. ولهذا قال النووي: وألا يستنجي بالماء موضع قضاء الحاجة. طبعا لو استنجى بالحجر ما بضر، لأنه الحجر مش راح ينزل منه فتافيت، ولا راح ينزل منه أشياء تسقط على الأرض فتصيب النجاسة ثم ترتد إليك. قال النووي: وألا يستنجي بالماء موضع قضاء الحاجة، بل ينتقل لو خطوة خطوتين، بحيث لما ينزل الماء ما يصيب النجاسة، فلو ارتد الماء عليه كان ماء طاهرا. قال: فإن كان يستنجي بالحجارة لم ينتقل لعدم وجود المحظور ولعدم وجود الإشكالية، من ما راح يتنجس، ما راح ترتد إليه النجاسة. قال النووي معلقا على كلام الرافعي: قلت هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. الأخلية اللي هو جمع خلاء، وهو المرحاض أو مكان قضاء الحاجة. إذا كان قضاءك للحاجة بمكان يعني مقعدة عربية أو فرنجية أو غيره، خلاص الماء النجاسة بتروح، كب عليها شوية مي ثم استنجي كما تشاء، فما في أي محظور في هذا كما قلنا. ولهذا قال النووي: قلت هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما الأخلية المراحيض يعني، فلا ينتقل منها للمشقة ولعدم وجود خوف من انتقال النجاسة إليه، ولأنه هي يقولها، ولأنه لا يناله رشاش، هذا الرشاش ماء مختلط بالنجاسة، فإذا أصاب الثوب، ذكرنا هذا الكلام في بداية
الدروس أنه في بعض الأقوال أنه ربما ينجسه، ربما ينجس الثوب، ولهذا قال ولأنه لا يناله رشاش، والله أعلم. من الآداب المرعية في ذلك في عند قضاء الحاجة ما قاله الفقهاء، ما قاله في روضة الطالبين، وألا يستصحب ما فيه شيء من القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو رسوله، يعني كلمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كخاتم ودرهم ونحوهما. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن باب تعظيم شعائر الله عز وجل ألا تأخذ معك المصحف على المرحاض. حتى بعض النساء اللي بتلاقيها لابسة عقد طوق ذهب مكتوب عليه لا إله إلا الله، مكتوب عليه الله، مكتوب عليه الله محمد وما إلى ذلك من باب التوقير. هو الإمام الرافعي قال وألا يستصحب، لم يذكر أنه حرام أو مكروه، لكن خلينا احنا في حدود الأدب. لا ينصح، لا يستحب أن تأخذ معك. طبعا زمان كان معهم دراهم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا إذا كنت في حمام عام مش معقول تحط الدراهم باب الحمام، بقول لك مش مشكلة. أحيانا بكون بعض الطلاب، طلاب العلم، ماسك المصحف وبيحفظ بده يروح يتوضأ. إذا في لك زميل في سكرتيرة بالجامعة، أمين مكتبة، حط المصحف عنده. ما استطعت، كنت في السوق خفت أنه ينسرق هذا المصحف، لا بأس، بس خبيه. ولهذا إذا كان معك خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله أو لا إله إلا الله ونسيت وتذكرت وأنت داخل الحمام، غطي بإيدك. إذا إلك جيب حطه بجيبتك. المرأة اللي لابسة عقد ذب العقد، ما في داعي أصلا تظهر، هذا بعد إذا تذكرت. أما إذا تذكرت قبل ما تدخل لا تحطه، تخبيه بالغزالة، تخبيه بدرج، تعطيه لجوزها، تعطيه لابنها، لبنتها، تشيله. ما استطاعت تضعه داخل ملابسها. وكذلك إذا دخل الشخص معه خاتم بغطي بإصبعه. طبعا سيأتي كلام النووي بأنه هذا مكروه وليس حرام، مكروه وليس حرام، يعني من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله، كما ذكرنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا قال وألا يستصحب ما فيه شيء من القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كخاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله، مكتوب عليه بعض الألفاظ الجلالة أو الألفاظ المقدسة ودرهم. لكن إذا ما اضطر لذلك فلا بأس، إذا اضطر لذلك فلا بأس. قال ولا يختص هذا الأدب بالبنيان، يعني حتى لو كنت بالصحراء إذا معك رفيق أعطيه المصحف، إذا مع رفيقة أو كذا تعطيها العقد. قال سواء بالبنيان ولا بالصحراء. قال ولا يختص هذا الأدب بالبنيان بل يعم الصحراء على الصحيح، فلو غفل عن نزع الخاتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه أدبا، ضم كفه عليه. طبعا إذا استطاع أن ينزعه إذا له جيبه حطه بجيبته. العقد زي ما قلنا ضبه داخل ملابسها. قال وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى، وسواء في هذا الأدب الصحراء والبنيان على الصحيح، فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء ويقدم
اليمنى في انصرافه، وقيل يختص بالبنيان. موضوع اليمنى واليسرى من الآداب التي راعاها الإسلام ليس في قضاء الحاجة، في كل شيء. الإسلام دين ذوق، الإسلام دين ذوق. أنا حكيت يمكن أكثر مرة أنه تجد شخص ماسك أجلكم الله حذاءه بإيده اليمين وطالع من الصلاة بشوفك، أهلا أبو فلان، بحط الحذاء بإيده اليسار وبيسلم عليك. طبعا الحذاء بغض النظر عن طهارة ونجاسة، ما قلنا نجاسة، طاهر طاهر، لكن مقرف مقرف، يعني ربما لو عض عليه الكلب يموت. لماذا تضع نفسك في هذا الموقف المحرج وتضع غيرك في هذا الموقف المحرج؟ لهذا الإسلام قال لك لا، بدك تمسك الحذاء امسكه باليسار، إذا أردت أن تتناول كتابا أو مصحفا تناوله باليمين، فتكون ضامن أنه إيدك اليمين ما مست إلا أشياء محببة. حتى للتمضمضة تمضمض باليمين، استنشق باليسار. لما تفوت على الخلاء تغسل الغائط، تغسل النجاسة، تغسلها باليسار. فهيك أنت بتكون مريح نفسك من، وهذا طبعا من باب التعويض. هي ما بتفرق معك سواء دخلت باليمين ولا طلعت باليسار، ما بتفرق معك، لكن هي بفرق التعويض، التعويض. ولهذا جاء في الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار. طيب إذا على نهر وين الإسراف؟ هي المي ماشي حتى لا تتعود، لأنه اللي بتعود يسرف في المي وهو على النهر أو يتوضأ بماء البحر، إذا تعود الإسراف راح يدخل بيته بصيبه وسواس، بصير غسلت إيدي ما غسلتها، كملت أسبغت ما أسبغت، بصيبه وسواس. فإذا تعود الإسراف على النهر وفي ماء البحر سينتقل هذا الإسراف إلى بيته، إلى بيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الإسراف حتى وأنت تتوضأ من ماء النار. ولهذا من باب التعويد، من باب التعويد قال أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى، حتى لو كان في الصحراء آخر خطوة له، آخر خطوة له لما بده يجلس قضاء الحاجة. طبعا يفضل يعني لا يبول قائما إلا لضرورة، لأنه البول قائم بصير الاندفاع رشاش البول أقوى، بينما إذا بال جالسا بتكون المسافة بين ذكره أو بين البول والأرض بسيطة جدا، ما بيرتد عليه الماء، فالأفضل ألا يبول قائما. المهم آخر خطوة له يكون قد قدم اليسرى، ولما يخلص ويستنجي ويقوم يقدم رجله اليمنى، سواء كان هذا الأدب في الصحراء أو البنيان على الصحيح، والله تعالى أعلم. فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء، ويقدم اليمنى في انصرافه، وقيل يختص بالبنيان، والراجح الذي المعتمد في المذهب أن هذا الأدب يختص بالبنيان وفي الصحراء. ومن الآداب كذلك ما قاله النووي، وأن يستبرئ بتنحنح ونتر ذكره عند انقطاع البول. عند انقطاع البول ربما بقي نقطة، قطرة أو قطرتان، فينثر ذكره، يحرك الذكر، يحرك الذكر طبعا دون مبالغة، دون مبالغة، يعني لا يموت الذيب يا أبو عبادة، لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، خير الأمور وسط، مش إنه بعد ما يخلص بول يقوم في نقطة نقطتين راح ينزل على ملابسه ونجس غير عن الرائحة وغير عن النجاسة وغير عن الاستقذار، صلاته عندنا تبطل، لأنه من شروط صحة الصلاة إن يكون الثوب نظيف. ف ينثر ذكره بحيث يتأكد من خروج آخر قطرات البول، هذول حتى اللي بظلن علقات في الإحليل في الذكر حتى يخلص منهن، بتنحنح بقح
بشد على حاله على صدره بالقحة بيطلع كل شيء، وأن ينتر ذكره كذلك عند انقطاع البول حتى ما تخرج آخر قطرة أو قطرتين إلى ملابسه، وزي ما قلنا بدون مبالغة. ولهذا قال النووي: ويكره حشو الإحليل بقطن ونحوه، لأنه كمان بصير فيه وسواس، خلص تنظف حالك وانفض الذكر قليلا، بخرج كل شيء بعدين غسل او امسح بالحجر. اما انك تصير تجيب قطن وشعر وما الى ذلك، ربما اصابك وسواس وغيره. قال النووي: قلت يكره استقبال بيت المقدس واستدباره ببول او غائط ولا يحرم. طبعا النص جاء في حرمة استقبال المسجد الحرام. المسجد الحرام قبلة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في المسجد الأقصى وفي أكناف المسجد الأقصى، وأن يعينهم على أعدائهم، وأن ينصرهم، وأن يحقق لهم أمانهم. آمين آمين. من باب القياس، وذلك النبي جمع بينهم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولهذا قال: من الأدب مع المسجد النبوي والمسجد الأقصى أن يعامل معاملة المسجد الحرام في ذلك، لكن الفرق أن في الصحراء استقبال القبلة المسجد الحرام حرام، واستقبال بيت المقدس والمسجد النبوي مكروه ولا يحرم كما قال الإمام النووي. ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لا في بناء ولا في صحراء عندنا. طبعا الجماع ما ورد فيه نص. قال: واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه. ذكرنا أنه قال الرافعي: من الأدب ألا تستصحب. هنا بين النووي أن الاستصحاب يعني مكروه، فلو اضطررت إلى شيء من هذا فلا بأس. نكون هنا قد وصلنا إلى الذكر أو الأدب أو السنة ما يقوله عند دخول الخلاء. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي غزة، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل عائلهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، دمرهم فإنهم لا يعجزونك. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.